قال رحمه الله تعالى: وروي عن أبي أمامة مرفوعا: يكون في أمتي فزعة فيصير الناس إلى علمائهم فإذا هم قردة وخنازير. نعم، كون يصيب الناس خوف، خوف وفزع في آخر الزمان، يذهبون إلى علمائهم، لأن الناس يذهبون إلى العلماء عند الحاجة، فإذا ذهبوا إليهم وجدوهم قد مسخوا، والعلماء مسخوا قردة وخنازير. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم استحلوا محارم الله وأفتوا بجوازها، هذا خطر عظيم وتحذير لأهل العلم أن يخافوا الله وأن لا يفتحوا لأنفسهم وللناس أبواب التحيل على محارم الله والفتاوى الخاطئة والتماس الرخص الخاطئة. على العلماء أن يحذروا وأن يأخذوا الأمة طريق النجاة، ولا يعينونها على الشر بالفتاوى الخاطئة واتباع الرخص الخاطئة. فعلماء مسؤوليتهم عظيمة وأمانة، لأن الله ائتمنهم على العلم وعلى بيان الحلال والحرام، فلا يجوز لهم أن يفتحوا لأنفسهم وللناس أبواب الحيل وأبواب الرخص والفتاوى المخالفة للدليل. وما أكثر هذا الآن ممن يفتون بغير علم ويؤولون النصوص ويلوون أعناقها علشان تجي على هواهم، يفتحون للناس أبواب ويقال هؤلاء هم العلماء، اللي تمسك بالحلال والحرام هذا يقال متشدد، وأما اللي يفتح للناس أبواب الرخص هذا قال هو العالم وهو الفقيه وهو وهو. هؤلاء هددهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله يمسخهم قردة وخنازير إذا جاء الناس إليهم وقت الفزع يلتمسون عندهم الفرج وجدوهم قردة وخنازير. ولو كانوا علماء، العالم إذا ضل فإن الله يعاقبه ويغير صورته، لأنه أشد إثما من العامي والجاهل. العامي جاهل قد يعفى عنه، لكن العالم اللي يتحيل على محارم الله ويغير الأحكام ويتأول النصوص هذا أتى عن علم وعن معرفة ومتعمد لهذا الشيء، تكون عقوبته أشد. نعم.